Yeah. Hey, hey, shit, Mouhif. Wow. يا ليفا ما تقلقش مش هوجعك انا عنده وعدي ولسه هجيلك ماتشك اودعك بس ابنك الانفت جالي وانت ما صنتش اتفاقي فمش هرد عليك لحد ما اشوف باتمان الجزء التاني جايب الكركديه والتمر يا فريند يا صن ده استدعاء ولي امر ابنك يا اسطى فين تربيته وفين شخصيته ازاي ده الراجل اللي فيكو واسمه نيمو بص صراحة ابنك اندر افريج في معظم كلاسات الكاريزما ما كانش مركز شكله مش متحفز هكسر وانت جبس من فترة سمعت فيرس كامل ليه افتكرته ادلبس وكل شوية باتل عايزني اخش العبه ازاي اخش العبه يا ابيو شفت شعره ارجوك حاول تساعده الطلعة مش بتاعته صعبان عليا بس اللي هيخش الدش بعده طب هل حكى لك فعلا ايه اللي دار في الساحل جالي الفي اي بي وحاول يسلم باربي الجاحد مدي ايده وانا ما مدتهاش لا وزي الفرخه رجعت تحت من سكات واستخبى وسط الناس واسال عمده كان موجود يومها واحنا واقفين قلت له ميمو يا اسطى طلع اوسخ نوع المنافقين ازاي يسلم بعد الدس المتسرب هو عبيط ده انا اللي كريم اني مروحه كله في السليم طفل بليد لمبه عمال بعيد ستامبه كابت جنسي اوسخ من المراهق 100 مره الناس كلها فاهمه يعني ايه بوسه في الضلمه ولا هو عشان يفهم لازم باري يهين المره تايم اوكي انا عجبتني اوي فكرة تايم دي اعملها في التراك ده كل شوية يبقى فيه تايم ابنك يا بيمثل زي السينما يا شخصيته في التناقض اتغير بقى شبح انا خايف شيء مهين يجراله حسسني انه من الشارع يمكن قصده على التقاطع ميمو التي في الحواري المخيفة اللي في ميراج وانا كنت لسه مع موزة في فيينا بمورسيلاجو بس هو انا مش مصاحب بركب افيو مش سيراتو وانت الجوكر غلبك مش ناقص يا اسطى تسف ترابه ابنك بيقول تراكات البومي قوي بيها برو براتو فبقولك هرب بي 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 بجانج بانج باربي على البي بي سي فهموا برضو ان كل كبير ليه كبير في الراوند الاول النتيجة مين ميم الاسطورة مان از باك لو بشتري فيوز نزل الفاتورة والحساب نيمو غنى التتر الشلة دي مشهورة بالنفاق قولي عدوك ولا ابنك ده اللي في صورة التراك